وطنيا، وبالجزائر ارتفع عدد الإصابات إلى 1251 حالة إصابة، أما عدد الوفيات فارتفع عددهم إلى 130 حالة وفاة بالفيروس. عالميا، وبالولايات المتحدة الأمريكية قد بلغ عدد المصابين إلى 188,923، في حين أن هناك فارق بين حالة الشفاء والوفيات. إلى إسبانيا، حيث بلغت عدد الإصابات بالفيروس إلى 124,736 حالة، كذلك إيطاليا التي ارتفعت عدد الإصابات إلى 119,827 إصابة. فرنسا هي الأخرى ارتفعت أعداد وفياتها إلى 6,507 تحت ظل 64,338 حالة إصابة. إلى تركيا التي بلغت عدد إصاباتها إلى 2,921,000 حالة إصابة، ومنها 484 حالة شفاء. أما وفياتها فقد بلغ عددهم 425 حالة وفاة.